علاقتنا بالأكل مقدسة، أجدادنا علمونا أنه الأكل هو نعمة علينا أو واجبنا حفظها، لكن مجتمعنا صار بوعي أو بدون وعي مجتمع مهدر للطعام مثلنا مثل كثير من المجتمعات ويمكن منتفوق عليها. حتى نعرف حجم الأزمة خلينا نحكي بالحقائق والمعطيات. تنفق العائلة العربية في البلاد ما يقارب 26% من مدخولها على الأكل، وهو ما يقدر تقريبا ب 2230 شيكل شهريا، مع العلم أنه ربع هالعائلة تقيم أوضاعها الاقتصادية على أنها صعبة أو حتى صعبة جدا. بالإضافة لهيك أعتقد من المهم نعرف أنه بحسب المعطيات أكثر من ثلث النفايات في حاوياتنا هي بقايا طعام. ينضم إلينا في المحتوى عمر عاصي. تحياتي أستاذ عمر ورمضان كريم. لين تحياتي، رمضان كريم عن جميع إن شاء الله. مبادرة هدر الطعام اللي أطلقتها جمعية الجليل، واللي الناس رح يعني أيضا جمهور البرنامج رح يبلش يشوف صور من هالمبادرة، هي مبادرة يعني واضح هدفها، بس بدنا نحكي أكثر بشكل عيني، أعطينا شوية تفاصيل حولها. نعم بالضبط، يعني كما تفضلت أنه للأسف كميات هدر الطعام مش بس في مجتمعنا، حتى على مستوى العالم بنحكي تقريبا على 1,300 مليون طن، يعني كميات هائلة جدا جدا. للأسف مجتمعاتنا برمضان اللي هو شهر الخير والبركات وتقدير النعم بزيد عندنا كمية النفايات بشكل ملحوظ. يعني إذا بنأخذ أي بلدة عربية وبنشوف كمية النفايات، يعني بنأخذ جراف، فممكن نشوف إنه كيف النفايات بتزيد بشكل مباشر في رمضان. للأسف نفايات الطعام هي جزء الأكبر تقريبا في النفايات المنزلية يعني. والحقيقة المؤلمة أكثر إنه إذا أخذنا هذه النفايات اللي انرمت راح نلاقي منها إشي اللي هو مثلا خلص لا يستفاد منه، ولكن جزء كبير منه هو ممكن نستفيد منه، ممكن ما نرميهوش. أشياء يعني مثلا ظل في الصحن شوية أكل، للأسف مرات بنكب الزبل، خبز مش طري بالضبط فبنكبه على الزبل، في كثير أشياء يعني مجال واسع جدا عفريقيا يبحث، يعني لا تتخيل قديش حجم الدراسات العلمية اللي بتنعمل في الموضوع، لأنه الظاهرة صارت مقلقة مش بس اجتماعيا كمان بيئيا بطبيعة الحال. بطبيعة الحال، وهذا هو سؤالي المقبل، يعني أستاذ عمر حضرتك جاي من المجال البيئي، وبطبيعة الحال لما بنقول على هدر الطعام بالإضافة لكل القيم تبعت نعمة واحفظها من أنك ترميها في الأرض أو تهدرها، لكن كمان في خطر على المكان والبيئة والكوكب اللي احنا عايشين فيه. بالضبط، يعني في كثير ناس لما نحكي هدر الطعام ونحكي على احتباس حراري بيفكروا انه فيش علاقة بين اثنين، مع انه علاقة وطيدة جدا جدا. يعني في مقولة دائما بيحكوها العلماء والباحثين، يعني لو جبنا الأكل اللي بيحب في العالم حطيناه كدولي واحد صفطناه او عملناه جبل كدولي، راح يكون ثالث اكبر دولي في المساهمة في الاحتباس الحراري. تخيل، يعني بعد الصين امريكا وهدر الطعام بتصير الدولي الثالثي. ليش؟ لأنه لما تحلل بقايا الطعام من غاز الميثان، غاز الميثان أكثر ضرراً على البيئة من ثاني أكسيد الكربون اللي يطلع من سيارتنا بشكل عام ب25 مرة. فإحنا للأسف كل الطعام بدل ما إحنا حتى نعيد تدويره بيروح على مطامر ويدفن وبيصير ميثان وبيساهم. شو الحملة عم تطلب نعم، شو الحملة عينياً عم تطلب من الناس؟ إحنا فعلياً نطلب من الناس شغلة أساسية جداً جداً اللي هي تقليل من الهدر. لأنه للأسف أنا بوصلنا حتى رسائل قديش الناس بتكب يعني، والإشي بالكيلات كل يوم، يعني لو الواحد حتى لاحظ على نفسه بيشوف قديش الكميات اللي بتطلع. إحنا بنطالب منهم يقللوا، إذا ما قدروش يقللوا ولازم يقللوا، إذا ما قدروش بيعيدوا تدوير النفايات منزلياً. الحلو كتبنا مثلاً على صفحة الجمعية على الفيسبوك الكومبوست في زمن الكورونا، كان كثير تفاعل معها، كثير ناس بتتواصل معنا تسألنا كيف نعمل كومبوست، شو نحط شو لا، وكيف ممكن نستفيد من الكومبوست في الزراعة المنزلية. يعني كثير ناس بيزرع في بيوتها فبيستفيدوا من هالبقايا أخرى مرة في الأرض عندهم. على أمل يعني أن تؤدي هاي الأزمة لإعادة حساباتنا أيضا فيما يتعلق بكل علاقة حفاظنا على البيئة وأيضا عدم هدرنا للطعام. شكرا جزيلا عمر عاصي، يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا.